السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا الطلاب في الصف التاسع، نكمل في كتاب الجبر والمعادلات الخطية. أبنائنا الطلاب، راح نحل بعض المسائل التي تختلف عن الأشياء التي أخذناها سابقا. مسألة أولى، قال لي في المعادلة أو في معادلة المستقيم y يساوي mx زائد 1، عين قيمة x، قيمة M كي يمر المستقيم من النقطة A التي إحداثياها ناقص 1 2. طبعا أبنائي الطلاب، يعني هون عاطيني الM مجهولة وطلب مني أن أعين هذه الM حتى يمر المستقيم بالنقطة التي إحداثياها ناقص 1 2. الحل بالنسبة للطلب الأول، أبنائي الطلاب، حتى نحل الطلب الأول نعوض النقطة ناقص 1.2 في المعادلة، المعادلة التي هي y يساوي mx ناقصا زائدا 1. الآن أبنائي الطلاب، طبعا نحن يجب أن نعوض x بناقص 1 والy ب2. عملية التعويض، y باثنين، هاي 2 يساوي x بناقص 1 m في ناقص 1 زائد 1. أبنائي الطلاب، هذه معادلة بمجهول وهو الm. بدنا نحل هذه المعادلة، نصلح المعادلة أولا. 2 تساوي ناقص m، لأن m في ناقص 1 ناقص m. لا يجوز أن نجمع الناقص 1 مع الزائد 1، لأنه في عملية ضرب، والأولوية في العمليات الحسابية للضرب قبل الجمع. إذن زائد 1. أبنائي الطلاب، ننقل الناقص M للطرف الأول، فتصبح M تساوي ناقص 2 زائد 1، و M تساوي ناقص 2 زائد 1 ويساوي ناقص 1. هي أوجدنا قيمة M التي تجعل المستقيم يمر من النقطة. سألني السؤال الثاني، إذا كانت M تساوي ناقص 1، شو بصير معادلة المستقيم؟ إذن تصبح معادلة المستقيم لما M تساوي ناقص 1، المعادلة للمستقيم هي Y يساوي بدل الM ناقص 1، يعني بصير ناقص X زائدا 1. هذه المعادلة. الآن أبنائي الطلاب، قال لي كتبت معادلة المستقيم وارسم المستقيم. أنتم تعلمتم حتى ترسموا المستقيم يجب أن نحدد نقطتين منه. هلا أنا عندي نقطة جاهزة، يكفيني نقطة واحدة، لكن سوف نجد النقطتين في الجدول. النقطتين نرسم الجدول التالي، هاي x يساوي الصفر وواي يساوي الصفر، مرة الإكس صفر مرة الواي صفر. لما إكس صفر يا أبنائي، لاحظوا شيل الإكسات يبقى واي تساوي 1. لما واي تساوي الصفر كمان تجدوا أن الإكس 1. الرسم، طبعا أبنائي الطلاب، نرسم المحورين المتعامدين. هاي x وهذه y، هاي مبدأ الإحداثيات O. النقطة الأولى x-ها 1 واقعة على محور الإكسات، هاي النقطة التي x-ها 1. والنقطة الثانية على محور الوايات وواي-ها أيضا 1، هاي النقطة التي واي-ها 1. في هذه الحالة نرسم المستقيم بالمسطرة أبنائي الطلاب الذي يمر من النقطتين، النقطة الأولى إكسها 1 والنقطة الثانية وايها 1، ويتم رسم المستقيم بواسطة المسطرة، وهذا هو المستقيم دي. أبنائي الطلاب، يقول لي النقطة A تقع عليه إحداثياها ناقص 1 2، هي ناقص 1 على الإكسات، وسوف تجدون على الوايات 2. Thank you.
وهذه هي النقطة آ، هذا المستقيم دي، ونكمل رسم المستقيم نحو الأعلى، وهذه النقطة آ، لاحظوا تقع على المستقيم. أبنائي الطلاب، هذا السؤال الأول قد انتهى، ننتقل إلى السؤال الثاني. بالسؤال الثاني أبنائي الطلاب أعطاني المعادلة التالي، معادلة المستقيم وهي معادلة خطية 3x زائد by ناقص 2 يساوي صفر. أبنائي الطلاب هذه المسألة مشابهة لهذه، لكن فيها بعض الاختلاف البسيط. قال لي أوجد قيمة b حتى يمر المستقيم بالنقطة 2-4. بالحل أبنائي الطلاب نعوض، طبعا هذا الطلب الأول، نعوض النقطة التي إحداثياها 2-4 في المعادلة، في المعادلة، المعادلة هي 3x زائد b في y ناقص 2 يساوي الصفر. تعالوا لنعوض، عوضا عن x ب2 وعوضا عن y بأربعة. طيب x باثنين يعني 3 في 2 زائد b عوضا عن y بأربعة، b في 4 ناقص 2 يساوي الصفر. لاحظوا أبنائي هذه معادلة بمجهول واحد هو b. طبعا نحل هذه المعادلة بأن نجعل المجاهيل بجهة، المجاهيل هي 4 b، 4 b يساوي 3 في 2 6 لو نقلتها للطرف الثاني بتصير ناقص 6، ناقص 2 لو نقلناها بتصير زائد 2، الصفر لا يؤثر. 4 b يساوي ناقص 6 وزائد 2 ناقص 4، ومنه b تساوي ناقص 4 على 4 وتساوي ناقص 1. هذه هي قيمة b. الطلب الثاني أبنائي الطلاب لاحظوا، قال لكم إذا كانت b تساوي ناقص 1 أوجد نقاط تقاطع. أول شيء لما b ناقص 1 ما هي معادلة المستقيم؟ المستقيم هو بدل ال b ناقص 1 يصبح المستقيم معادلته 3x، b ناقص 1 بصير ناقص y ناقص 2 يساوي الصفر. هذه هي معادلة المستقيم بعد تبديل البي بناقص 1. الآن أبنائي الطلاب بعدما بدلنا بي بناقص 1 حصلنا على معادلة المستقيم. الآن عم يطلب ما هي نقط تقاطع المستقيم مع المحاور الإحداثية. طبعا أبنائي الطلاب يطلب هذه النقط التي في الجدول. ننظم الجدول، هذه x وهذه y، مرة ال x صفر ومرة ال y صفر. الآن لما ال x صفر اكتبوا المعادلة من دون إكسات، فالمعادلة من دون إكسات تصبح هي ناقص y ناقص 2 يساوي الصفر، ومنه إذا نقلنا ال y إلى الطرف الثاني يصبح ال y تساوي ناقص 2، هاي ناقص 2. لما الواي يساوي الصفر يبقى 3x ناقص 2 هو اللي بيساوي الصفر، ومنه x تساوي ناقص 2 على 3، لو نقلنا الناقص 2 بده يصير 2 على 3، هذه 2 على 3. أبنائي الطلاب النقطة الأولى xها 2 على 3، xها 2 على 3 ووايها راح سميها ب ووايها صفر، هي التقاطع مع محور الإكسات، مع المحور إكس فتحة إكس. طيب النقطة الثانية سي راح سميها، إكسها صفر ووايها ناقص 2، هي التقاطع مع المحور الثاني وهو محور الوايات. الرسم أبنائي الطلاب لو أردنا أن نرسم
المحاور الإحداثية أولا، هاي المحورين الإحداثيين X و Y، هاي O. أبنائي الطلاب، الآن بعدما حددنا X و Y في المستوى الإحداثي، نحدد النقطتين B و C. النقطة B إحداثيها 2 على 3، يعني أقل من 1، هاي 1، هذه النقطة B على محور الفواصل. والنقطة C إكسها 0 ووايها ناقص 2، هاي النقطة التي وايها ناقص 2، وهذه هي النقطة C. ونرسم المستقيم المار بالنقطتين، وهو المستقيم التالي. هذا المستقيم المطلوب دي بهذا الشكل. أبنائي الطلاب، بكون أنا قد حليت المسألتين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.